تبارك الله إلهنا كل حين، الآن وكل آن، وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب استمع إلى صلاتي وأصغي بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى أمامك حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل موت الدهر، فضجرت روحي في داخلي واضطرب في قلبي، تذكرت أيام القدم وهذت في كل أعمالك وبصناع يديك تأملت، بسطت إليك يدي ونفسي لك كأرض لا تمطر، أسرع فاستجب لي يا رب فقد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب، اجعلني في الغداة مستمعا لرحمتك فإني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فإني إليك رفعت نفسي، أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. الله رب ظهر لنا مبارك للآتي باسم الرب، اعترفوا للرب وادعوا باسمه القدوس. الله رب ظهر لنا مبارك للآتي باسم الرب، كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها. الله رب ظهر لنا مبارك للآتي باسم الرب، قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله رب ظهر لنا مبارك للآتي باسم الرب، واجب حق أن نكرم الرب فيما نكرم الشهيد المجيد الدمشقي يوسف الذي اجتهد ليعيد مجد البيعة بالعبادة الحسنة والمعرفة الحق والخلق والإيمان، بالوعظ شدد رعية المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. إننا يا أمة الإله لا نصمت من الكلام بعظيم أعمالك، فمن سواك يقف شفيعا منقذا من الشدائد والضيقات الكثيرة، أو من كان يحفظنا معتقين إلى الآن، فلن نبتعد عنك يا سيدا لأنك تخلصي ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رأفاتك محم آثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين، إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك، ها أنا ذا بالآثام حوبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة،
اصرف وجهك عن خطاياي وامح كل مآثمي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي اعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت قد قربتها، لكنك لا تسر بالمحرقات. الذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع المتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون وابن أسوار ورشاليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. يا قدس الله تشفع بنا، شاهدت لتبلغ السماء وخصت بعرش إلهي كل الهبات. يا يوسف الدمشقي البار، ثبتنا في الرب عبر هذه الحياة. يا قدس الله تشفع بنا، سهرت الليالي غارقا في كتب الصلاة بإيمانك صادقا، فمحنا الغداة للعلوم وجبلا للمعارف شاهقا. المجد للآب والابن والروح القدوس، سعيت لترضي يا ربك منيرا بالعلم والإيمان أترابك. هيأت خدما للكنيسة حرين يرضون ربه مثلك. الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. سيدة الكل حسن السلام، ومنك الإله قد تجسد في الأنام، يعطينا الخلاص بغزارة ألا أزل أحزاننا والأثام. يا قدس الله تشفع بنا، يا شهيدا للرب ممجدا باسلا، ارفع الصلاة لله من أجل عاجلا، فقد أذلني شهاب لذة الدنيا، فبشفاعتك أرجو مهللا. يا قدس الله تشفع بنا، فضطني في عمري طغيان الشر قبيل. يا شهيد الحق علمني بحبك الصحيح عيش الفضائل، مع التزام الصلاة بالعمل يبدو إيماني بالمسيح. المجد للآب والابن والروح القدوس، قد شجعت الرعية للثبات في الإيمان، فقبلوا الموت الزهام وهزموا الطغيان، لذا تكللوا بأكاليل السماء وفي الملكوت قد حازوا على الغفران. الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. هم والله يا شفيعتنا في التقى، قد أحرزت عنده الدالة وهو نبع الخيرات. فاروي أبناءك المنطقين العطاشة، من أهمل النبع وضلوا ذنب الحياة. خلص بشفاعتك الحارة مديحيك، أيا يوسف الدمشقي نصيرنا، وأبش قلوبنا بصلاتك. إلى شطاء أجسادنا الصعب، واشفي أوجاعنا.
ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضاً نطلب من أجل أبينا ومتروبوليتنا سلوان وإخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضاً نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة وزوارها والمحسنين إليها والذين يتعبون ويرتلون فيها وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. وأيضاً نطلب من أجل عبيد الله الذين نرفع من أجلهم هذا الابتهال الشريف. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. نطت يدك ما في الكتب من
جسدك لكي تتم إنجاز تحقيق المخطوطات. المجد للآب والابن والروح القدوس. كن يا يوسف لنا في الصلاة سندا، أذاننا الثقيلة ترهف بشفاعتك رافعا ومشددا. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا ومتروبوليتنا سلوان، ومن أجل إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين،
الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة وزوارها والمحسنين إليها والذين يتعبون ويرتلون فيها وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. وأيضا نطلب من أجل عبيد الله الذين نرفع من أجلهم هذا الابتهال الشريف. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا شريط الرب الثابت الذي لا ينهزم عن حرارة ضريبتنا، لا تحجم بل أدركنا نحن المتجئين بإيمان رحمك والصارخين عز جميع المنسيين. فيا يوسف الدمشقي قونا في التجارب وانصرنا حتى نحارب الجهل والخطيئة بشفاعتك عند الله. مستحقين لسماع قراءة الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نطلب. الحكمة فلنستقم ولنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب، المجد لك. لنصغي. قال الرب لتلاميذه: بهذا أوصيكم أن يحب بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، لكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لأجل هذا يبغضكم العالم.
اذكروا الكلام الذي قلت لكم، ليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم أيضا، وإنما سيفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لم يعرفوا الذي أرسلني. لو لم آت وأكلمهم لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فليس لهم حجة في خطيئتهم. من يبغضني يبغض أبي أيضا، لو لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها آخر لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي، ولكن ذلك لتتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم، إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي أرسله إليكم من عند الآب، روح الحق الذي من الآب ينبثق فهو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء، قد كلمتكم بهذا لكي لا تشكوا، فإنهم سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم عبادة لله، الذين يبحرون في بحر الحياة.
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك، وافتقد عالمك بالرحمة والرأفة، وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين، وأرسل علينا مراحمك الغنية بشفاعة الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وبقدرة الصليب الكريم المحيي، وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد، والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، وآبائنا القديسين معلم المسكونة، رؤساء الكهنة المعظمين باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم، والقديسين الصديقين يواكيما وحنة جدي المسيح الإله، والقديس الشهيد في الكهنة يوسف الدمشقي، الذي نرفع إليه هذا الابتهال الشريف، وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة، فاستجب لنا نحن الخطأة الطالبين إليك وارحمنا. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم، يا برأفات ابنك الوحيد ومحبته للبشر، الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا قدس الله تشفع بنا، يا مجد الكهان وافتخار كبير لكل المؤمنين، أنقذني من غباء لأمني بالأهواء، وغارقت أنا الذليل، فبدد عني الظلام واشغل لي بالأنوار. يا قدس الله تشفع بنا، يا خادم الرب بإيمان وشوق ولكمال حين، ونحكي بإعجاب عن سائر الأطعام والآلام والمعاناة، فقد عرفت بها كسائر الأبرار. المجد للآب والابن والروح القدوس، أيها الأب يوسف قد تابعت المسيح الرب في عيشك مثال المؤمنين، وصاروا حافظين لأقوالك الملهمة، إياها يرددون في الليل والنهار. الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. يا أما بتولا قد حافظت أحداث طفولة المسيح، خشوعا وكتوما ترددين دوما يا إله أبائنا، بارك جميع الآلام بأقدس الأسرار. يا قدس الله تشفع بنا، يا شهيد بك يا لق التعيد والإكرام واللحم النشيد، فاحمينا بظل الشفاعة
تشفع بنا يا رأس في البلاد بكل اجتهاد لهدي أبناء البيعة الضائعين ملبيا باجتهاد نداء الطالبين يا قدس الله تشفع بنا أولاد رصدوك وتعقبوك بدافع الحقد ومنطق سقيم وما تفقه الحق في رأيك القويم المجد للآب والابن والروح القدوس رعاع جرروك كي يمزقوك مهشمين بالضرب جسدك فدرب العمر ختمته باستشهادك الآن والكل آن وإلى دار الدائرين آمين ألاسوا بالعزاء أمنا العذراء في قلب كل مجاهد مستقيم وبث فيه الرجاء بربنا الرحيم بواجب الاستهاد حقا مغضب البارئة من كل العيوب أمة إلهنا يا من هي أكرم من الشعوب وأرفع مجدا بلا قياس من السرافين التي بالدور فساد ولا لك كلمة الله حقا إنك والدة الإله إياك نعظم كيف لا نثمن سعيك في خدمة الشعب وفي حمل صليبك علمت بالتطبيق الإيمان الحقيقي ألهبت في الكنيسة حب ربك مثال رفيع أنت لنا ألهمنا أن تصحب أعمالنا قبلنا تكريسا للمسيح بالحب والتسبيح يا يوسف أدركنا وسيش حولنا النفوس المعذبة أرسل السلام لبلادنا المتعبة أبعد الأخطار والشر والدمار يوسف تشفع لكل الطلبة من قبل ارتشاف الموت السؤال أكلت سريعا الذخيرة باهتمام بسيرة نقية قد شددت الرعية يا يوسف المضبوط المعلم الهمام تشرق الكنيسة فرحة بذكرى استشهادك المجيد منشرحا توجت بالإكليل وأنغام التهليل فقلبك الولهان بالحب انجرحا دمك المراد وشحك حلة بيضاء وبالطيب نفحك بارك الأتين إليك والرجينا تمنحهم من ربك ما منحك صوتك المبارك شدد جمع المؤمنين في الكنيسة سجدا في حي الأيمانية قد صارت القضية شهادة للرب صدرت رددا يا كل اللجنة
قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهرية أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين رحمتك. نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا ومتروبوليتنا سلوان وإخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة وزوارها والمحسنين إليها والذين يتعبون ويرتلون فيها، وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. وأيضا نطلب من أجل عبيد الله الذين نرفع من أجلهم هذا الابتهال الشريف. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وسائر الأديرة والمدن والقرى من الجوع والوباء والزلازل والغرق والحريق والسيف ومن غارات القبائل الغريبة والحروب الأهلية
والموت الفزائي، ومن أجل أن يكون لنا إلهنا الصالح والمحب البشر شفوقا ورؤوفا ومتعطفا، ليصرف ويبعد عنا كل غضب يثور علينا، وينقذنا من وعيده العادل ويرحمنا. نطلب من أجل أن يستمع الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطأة ويرحمنا. كيريا ليسون يا رب ارحم، كيريا ليسون. استجب لنا يا مخلصنا يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين في البحر بعيدا، وكن غفورا لنا يا سيد، كن غفورا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح الإله يا رجاءنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بارك يا أب. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، بشفاعات أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الصديقين يواكيم وحنة جدي المسيح الإله، والقديس الشهيد في الكهنة يوسف الدمشقي الذي نرفع إليه هذا الابتهال الشريف، وجميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين.